السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندنا فيديو على السريع كي دينا أوتلو بنديرو فيها تنفيس لما تنحي صمام التعبئة تسمع الصوت يطلع معك لهوا من هنا. حنديرو لها صيانة، حنوريكم كيف تكد وتفك من غير ما يعني من غير ما ترفع من غير ما تحتاج إنك ترفعها لورشة، لو عندك يعني تعرف كيف تكد وتركب بروحك. حنقول لكم المشكلة وين وشنو السبب بتاعها. اول شيء باش تفك لازم تنحي تفك السبطانه، تطلعها من مكانها. فيه براغي اثنين اللي فوق تفتحهم، مش لازم تحولهم مره واحده يعني. تفتحهم وتسحب السبطانه، بعدين تاخذ مفك او اي مفك او اي مفتاح يعني، او حتى راس الوصلة بتاعت الشحن نفسها. في عندي فتحة بتاعت التعبئة نفسها، ندخل فيها المفك ونفتح. طبعا بخليك حذر شوية كبداية لان اول مرة تنقض، لان فيه قمين كبير ونتيجة الرطوبة يعني مع استعمال حيكون صعب شوي في الاول. تو فكينا المشكلة كلها البرغي اللي موجود لوطة هذا أو المسمار في تحته ربلة. نفتح شوفوا الربلة، الربلة ما فيهاش ولا أي ضرر. سليمة. المشكلة كلها ان راس الشحن، هذه الربلة سليمة ما تعانيش من اي ضرر. الفكرة كلها ان فيه تراب او فيه رايش داخل مع وصلة الشحن مع راس الشحن، لان تخلي فيه ركب هنا في الوصلة بتاعت وصلة الشحن نفسها الرئيسية أو الأنبوب بتاع وصلة الشحن، فمرات يوصل فيه تراب أو شيء، ولما تركب وبتعبي يدخل معك تراب لداخل. وين بيوصل؟ يوصل معاي اللي عند الربلة هذه، ويسبب يعني لما يدخل تحت الربلة ما عادش خلاها تسكر في مكانها صح. فشين بيصير معاي؟ بيصير معاي التنسيب. طيب بما إننا فكينا حنغيرها، نديره تنظيف بسيط ل نظفوا راس المسمار نفسه إن كانت تركب عليه الربلة، إذا كان فيه تراب أو شيء يعني غبرة ورايش تتنحى معي. ونفس الشيء حاول إنك تنظف مكانها، لأن سبب التنسيم وغبرة والحاجات هي. خلاص توكي نظفناهم، ممتاز. ناخذ طبعا السيليكون جريس، دهنة بسيطة ما يستحقش انك تعباها. نرجعها في مكانها. طبعا هذه ربلة جديدة وركبتها في السمك اسمك من الاولى، تشد في مكانها يعني ما تعطلش معي بشكل سريع. ما نفس الربلة الأصلية
وهي حتى الربلة الأصلية ما فيهاش عطل، لكن نتيجة التراب والأوساخ اللي تحتها خلاش تسكر مظبوط. تمام، هنا رديناها رجعناها لمكانها، مش حطنا لها، ما تضغطش عليها بشكل كبير، حاجة بسيطة لما تشد في مكانها وخلاص. توا نرجعوا الراس ونشحنها بالهواء ونجربها. خلاص حاليا ما عادش فيها، كانت صوت التنسيم فيها واضح يعني، لكن في بعد ما نظفنا المكان وسكرنا عليه ما عادش فيه تنسيم. خلاص هنا رجع السبطانة، طبعا نظف تمام. طيب هنا نرجع السبطانة، هنا بتركزوا في ترجيع السبطانة، فك أي مسمار فيه من الأمامي أو الخلفي ناحية مرة واحدة، ولاحظ من في الداخل في حفر على هيئة نصف دائرة، المفروض انه يكون يقابل الدائرة هذه الخارجية اللي يركب فيها المسمار، بحيث انه لما نركب ونسكر عليه المسمار يدخل في الحفر اللي موجود في بدن السرطانة اللي هو نتكلم عليها هنا، اللي هم الفتحات هذه وهذه. هذا المفروض انه يقابل المسامير فوق، لما نسكر المسمار يدخل في داخلهم، باش يخلي اول حاجة يثبت السرطانة في مكانها، وثاني شيء يخلي فتحة الترانسفير متقابلة مع بعضها، لان لو لفت معك السرطانة يمين ولا يسار حاجة بسيطة مش حتطابق الفتحه بتاعت الترانسفير بتاع الماكينه واللي فتحت السبطانه، فحتضعف البنقه معي، حنلاحظ ان فيها الجول بتاعها حيصبح اقل، يعني من 43 او 42 جول راح نلاقيها تنزل معي حتى ل 35 جول او 34 جول، لان الفتحات بتاع الهواء مش متقابلات، فالهواء ما يطلعش بكميه كافيه لدفع الرش هو اللي مطلوبه. هذه طريقة صيانة بالنسبة للديانا سكاي هوك اوتلو او ستورم رايدر، نفس الفكرة. في السكاي هوك فك الشراود، ما تفكش السبطانة كاملة، فك الشراود ونحي الراس بنفس الطريقة. في ستورم رايدر نفس الشيء، وفي الاوتلو بتفك السبطانة المسمارين هذن واسحب السبطانة للخارج وقض الراس وغير الربلة بتاعك وخلاص، يعني فكان السبطانة باش يسهل عليك دوران تدوير الراس من قدام وفكانها بشكل سليم من غير ما تتعب فيه ومن غير ما تخرب الماكينة. هذا فيديو على المستعجل يعني، ما بنحاول نخلوه خفيف، ونشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.